مصري من منطقة الباحة يقول: يا شيخ عبد الله، نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ، ونتمنى توجيه كلمة لشباب هذا اليوم الذين لا يكترثون لعتب والدهم أو والديهم عليهم، حيث يقومون بتصرفات تتعارض مع ما يوجههم به والدهم، ويصل الحد إلى إغضابه أو إغضابهم وعدم رضاهم عن تلك التصرفات. والله أنا ودي أوصي الوالدين أولا بأن يحلموا على الشباب، ويعلموا أن الشباب في هذا العصر ليسوا مثل الشباب في الزمن الماضي. صحيح. شباب في الزمن الماضي لو يضرب أبوه ولا يطرده وين يروح؟ جالس، لا راح يرجع للبيت يرجع العشاء مهم جاهزته، ما حد بيعطيه شيء. فالحين في قرناء سوء وناس خبثاء يتمنون الشاب اللي ينطرد من هله يمكن يشغلونه في مخدرات ولا في بلاوي ويفسدونه على نفسه وعلى أهله. فأنا أنصح الوالدين ارحموا المراهقين، ارحموا الشباب، اجلسوا معهم، صارحوهم، اقنعوهم، خل الولد والبنت يشعرون انك تحبهم ويشعرون انك دائما تهتم فيهم وتعظمهم. ترى يا اخواني الان الناس يسحبون من بيوتهم، فيه الان اهل مخدرات وشباب مفسدين، اهل تفحيط وكذا، ياخذون عيالنا ويفسدونهم، وفيه نساء نسويات اللي يسمون نسويات تجلس نقرقر على بناتنا. حتى الواحدة مع أنها في خير ونعمة نعمة عظيمة تشعر أنها في قلق وأنها كذا، وتهدد أحيانا بالانتحار، وتظن الآن أن الغرب عندهم الآن راحة وعندهم يعني سعادة وعندهم. وجرب بعضهم الآن وراحوا هناك بعد ما كانوا هنا يخدمون. الوحدة ما بلا تامر على الشغالة، روحي سوي كذا، راحت الآن هناك شغالة في مطعم تنظف الأواني ويدفدهون الناس ولا يرون لها أي احترام. حتى بعضهم الآن أصيبت، يعني مثل ما نسمع، أصيبت بأمراض نفسية لأنها فوجئت بأنها كانت في نعمة، نعمة عظيمة عند أهلها مدلعينها وقادمينها، وكل الأسرة تحترمها. والشيطان، هؤلاء الشياطين النسبة أفسدوها حتى أخرجوها. أنا أنصح أولا الآباء والأمهات، ثم أعود للأبناء فأقول: يا أبنائي أنتم اليوم أولاد، وبعد 20 سنة بعد 20 سنة تتكون الآباء، وترى كما تدين تدان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وترى بر الوالدين من أعظم ما تحصل به السعادة في الدنيا ورفعة المنزلة والقبول. أفضل التابعين أويس القرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. فأنا أوصيكم يا إخواني ببر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. دعوة الوالد لولده مستجابة، ودعوة الوالد على ولده مستجابة. احرص يا ولدي أن تنال بر أمك وأبيك، والله ما أحد يحبك مثلهم. لا تغتر بالأصدقاء عندما يقول فلان وعطان أني أحبك وأني، ترى والله لن يصلوا ولا 1% من حب أمك وأبيك. لو يجيك مرض، لو يطول عليك مشكلة، لو تسجن، لو يحصل لك شيء، ما تحرك إلا هالشايب وهالعجوز. تجد أنهم في الليل يدعون وفي النهار يجرون، كله يبحثون عن إطلاقك وسعادتك.
أحسن الله نعم إليك، الله جزاك يبارك الله خير جزاك يا الله شيخ خير. وبارك الله فيك. معنا الأخ حسن، تفضل، نعم آخر متصل، السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا شيخ. عندي زعل، هات السؤال. مصيب بهموز يخرج من السبيل في اليوم يمكن أكثر من 100 مرة. كيف؟ موز يخرج من السبيل. طيب دم يعني ولا شيء؟ يعني ماء مذي ولا بول، الله يكرمك، ولا ما هو؟ مذي. والله موزي يعني مادة لزقة. اي طيب، هذا في الحديث وكل فحل مزاء، عرفت؟ اي الشباب في عنفوان قوتهم وكذا يحصل منهم مثل هذا الامر، ولذلك حتى خفف في نجاسته، خفف يعني اذا كان انه يخرج منك بغير ارادتك فانت اذا توضيت صل، ما عاد عليك منه لانك لا تتحكم فيه. والغسل بالنجاسه، غسله كنجاسه، لا يلزم منك ان يغسل ويفرك، لا، لو صبيت عليه، لان العين كثير، لو صبيت عليه ونضحت عليه نضح يكفي في المذي الكثير للشباب النضح، وإن نظفت فهذا طيب. نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، وبارك الله فيك وفي علمك. وأنت يا أخي جزاك الله خير، وجزا إخوانك القائمين على البرنامج خير، ونسأل الله تعالى أن يجزي جنودنا المرابطين على الحدود آمين، وجنودنا الحافظين للأمن آمين، أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا آمين، وولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يحفظ شبابنا ونساءنا آمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج سؤال على الهاتف، والذي بثيناه لكم مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الذي أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج. شكرا له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذه تحية من منفذ البرنامج على الهواء ناصر بن محمد السالم، ومن التنسيق بندر الحسين، والإعلام الرقمي في حان سبيعي، والمخرج ماجد الدباس، وتحية من أيضا الشؤون الهندسية من الزميل سعود الجربوع، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء. سؤال على الهاتف.